هذه المبادرة الرائعة والكبيرة. أنا سعيدة جدا بوجودي في طول كرم، لأنني أعرف أن هذه المدينة هي مدينة المثقفين والمتعلمين، وأيضا أعجبت جدا، هي زيارتي الأولى لطول كرم، فأعجبني هذه الحفاوة من الناس، حتى الناس اللي في الشارع يعني بضيفونا، شيء لا يحدث إلا في مدينة مثل طول كرم ولأهل طول كرم. فأيضا حفاوة الطلاب والجامعة ورئيس الجامعة، هذا شيء يعني يدعو إلى الفخر ويدعو إلى الأمل، لأننا نعتقد بأن الثقافة هي جزء مهم جدا في تغيير الفكر الاجتماعي وفي تغيير النظرة. أما عن ترانيم الغواية، فهي رواية كما تعرفين هي رواية القدس في زمن التحولات الكبرى، عندما تحررت القدس من الحكم العثماني، لكنها للأسف دخلت تحت الانتداب البريطاني، ثم بعد ذلك احتلت من الإسرائيليين. هي قصة حب وصداقة بين يعني زوجة سادن الحرم وهي مسلمة مع زوجة كاهن مسيحية، ذلك التآلف الذي ساد مدينة القدس في بداية القرن، وكان سمة من سمات التعايش والتآخي بين الناس. فرحين جدا بأننا بنستضيف كاتبة أديبة كبيرة تمتد جذورها إلى ما وراء النهر، اللي تثبت أن فلسطين هنا باقية هنا دائمة في رواياتها الأدبية، واليوم مع الرواية التي فازت في قائمة الجائزة الطويلة في جائزة البوكر في القائمة الطويلة، والتي باسم أو التي هي بعنوان ترانيم الغواية، تحكي عن القدس والعلاقات والأديان وتوافق العلاقات في القدس الشريف، تحكي حكاية القدس التي لا يجب أن لا تنسى يوميا مع كل وجبة فكر ووجبة ثقافة، وهي تتزامن مع الجامعة في النهوض بهذه الثقافات وهذه الأفكار التي تعبر وتعطي عنوان للفلسطيني أينما حل.